أحبائي التلاميذ عصافيري الصغار، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في مدرستكم المفضلة مدرسة نت. اليوم نتطرق إلى الجزء الثاني من وجنت معارفي في الصفحة 46، دائما مع تمارين تمارين السنة الأولى ابتدائي. والآن نتطرق إلى الوضعية الأولى في صفحة 46، وهي وضعية خاصة بمادة التربية العلمية والتكنولوجيا. نقرأ إذن الوضعية. شاهدت في التلفاز مصنع الحديد ولاحظت بأن العمال يرتدون بذلات خاصة أو بدلات خاصة. اربط كل وسيلة بالعضو الحس أو بعضو الحس الذي تحميها. إذا لدينا هنا ماذا؟ نظارات الحماية، سماعة الأذن، وقفازات. ولدينا هنا حاسة السمع، حاسة اللمس، وحاسة الرؤية. إذا النظارات هذه من تحمي يا ترى؟ هل تحمي حاسة السمع، حاسة اللمس، أم حاسة الرؤية؟ إنها تحمي حاسة الرؤية. نعم، لماذا نضعها؟ إذا نضعها في العينين، فخاصة إذا كانت هذه الأشغال مثل النجارة على سبيل المثال أو الميكانيك، فهي تحمي العينين من التقاط الأوساخ والتقاط الغبار على سبيل المثال، ومن الحوادث التي قد تحدث في العمل أو للعمال. لهذا نضع النظارات لحماية حاسة الرؤية. ننتقل الآن إلى سماعات الأذن. هل نضعها في حاسة السمع، حاسة اللمس، أم حاسة الرؤية؟ نضعها إذن أي نضعها في الأذن، أي لكي نحمي بها حاسة السمع من الضوضاء والأصوات الصاخبة. لهذا نضع السماعات، وهي هذه السماعات هي عازلة للصوت، أي أنها لا تلتقط الصوت. ننتقل إلى آخر وسيلة نربطها مع حاسة اللمس. لماذا؟ لأنها قفازات، والقفازات نرتديها في الأيدي لحماية أيدينا على سبيل المثال من الخدوش ومن الحوادث كالحرق على سبيل المثال، أو الغرز عندما تغرزنا الشوكة. فلهذا نضع القفازات لكي نحمي حاسة اللمس. مفهوم؟ إذا هذه كانت الوضعية الأولى. ننتقل الآن إلى الوضعية الثانية، وهي أيضا وضعية في مادة التربية العلمية والتكنولوجيا. نقرأها مع بعض. شاهدت رياضيين في مختلف المنافسات يتحركون. اربط صورة كل رياضي بحركته. إذا لدينا هنا صور لرياضيين، ولدينا هنا ثلاث بطاقات. البطاقة الأولى يقفز، البطاقة الثانية يجري، البطاقة الثالثة يمشي. أي أننا سوف نربط كل بطاقة بالرياضي، أو كل بطاقة بالرياضي الذي يمثلها. نتطرق إذن إلى أول رياضي. ماذا يفعل هذا الرياضي يا ترى؟ هل هو يقفز؟ هل هو يجري أم يمشي؟ لاحظوا إلى حركة يديه ورجليه، كأنه يدفع برجليه، أي كأنه نقول كأنه يجري. نعم، هذا الرياضي يجري، فهو يدفع بيديه جيدا لكي يجري. ماذا عن هذا الرياضي؟ ماذا يفعل يا ترى؟ هل يبدو هذا الرياضي بأنه يمشي؟ لا. هل هو يجري؟ لا. هل نلاحظ بأنه يجري مثل هذا الرياضي؟ لا، بل هو يقفز. نعم، هذا الرياضي يقفز، فهو يقفز فوق هذا الشيء، لا أعرف ما اسمه. فهو الآن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بأنه يقفز فوقه. مفهوم؟ ماذا عن هذا الرياضي؟ ماذا يفعل يا ترى؟ هل هو يمشي، يجري، أم يقفز؟ لاحظوا إلى رجليه، يبدو بأنه يمشي بتأنٍ. إذن هذا الرياضي يمشي. جيد، ننتقل الآن إلى صورة هذا الرياضي. هل يبدو بأنه يمشي،
يجري أم يقفز. حسنا، هذه الصورة لاحظوا يبدو بأن هذا الشخص يلعب كرة القدم ولكن يقدم تمريرات خفيفة للكرة، لهذا فيبدو عليه بأنه يمشي ولا يجري، بل هو يمشي، هو يمشي ولا يجري، مفهوم؟ ماذا عن هذا الرياضي؟ ماذا يفعل يا ترى؟ هل هو أيضا يمشي؟ هل يبدو بأنه يمشي؟ لاحظوا إنه يدفع بأرجله، إنه لا يمشي، قد يكون إما يقفز أو يجري. حسنا، خمنوا معي جيدا، هل هذا الرياضي هو يقفز؟ هل يبدو عليه بأنه يقفز؟ لا، فالكرة موضوعة على أرضية الملعب، لهذا فهو يجري ولا يقفز. فإذا كان يقفز فهو يقفز في الهواء وليس يقفز في الأرض، إذن هذا الرياضي يجري. بينما هذا الرياضي لاحظوا إليه ماذا يفعل، يبدو بأنه يقفز لكي يمسك بالكرة، إذن هذا حارس المرمى، وحارس المرمى ماذا يفعل؟ يحرص على المرمى، وعندما يرى كرة قادمة يقفز لكي يلتقطها، ولا يجري ولا يمشي، يقفز لكي يلتقط الكرة، مفهوم؟ رائع. إذن بهذا نكون قد أكملنا هذا الفيديو الذي كان تكملة للفيديو السابق حول أجند معارفي، وقد تطرقنا اليوم إلى وضعيتان في الصفحة 46 خاصة بالتربية العلمية والتكنولوجية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم جيدا وقد ساعدتكم هذه التمارين في التحضير الجيد والمراجعة وحتى التدريب والتمرين. إذا لا تنسوا زيارة الموقع الإلكتروني الموضح في أول الشاشة، مراسلتنا عبر بريدنا الإلكتروني، أيضا يمكنكم تصفح صفحتنا على موقع الفيسبوك وستجدون مفاجآت رائعة وشيقة تنتظركم في الصفحة، لهذا أطلب منكم أن تضغطوا زر الإعجاب. كما يمكنكم الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب مدرسة نت، ولا تنسوا تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد دروسنا وفيديوهاتنا. ألتقي بكم بحول الله في فيديو قادم مع درس جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.